من كتبك اللي ألفتها دكتور التعبير القرآني، ولعل منذ قليل أشرت إشارات إلى هذا المعنى وهذا العنوان. إذا تحب تعلق على هذا الكتاب ومعنون له دراسات بيانية في الأسلوب القرآني، تفضل. نعم. دكتور، أيضا هذا يعني الحقيقة منذ زمن أظن 52 53 كنت أقرأ أحيانا بعض التعليقات في اختيارات بعض يعني ألفاظ القرآن بعضها على بعض، نعم، ابن القيم أو غيره، فكانت تستهويني إلى درجة كبيرة يعني هذه المسائل. نعم. لكن هنالك أسئلة في الذهن في نفسي لا أجد لها يعني جوابا هنا أو هناك. فهذه بدأت يعني في خاصة بعد أن صار اختصاصي بالنحو، درست في الكلية من 65 إلى مدة هذا بالثمانينات أظن ألفت. نعم. في تصوري. نعم. في الثمانينات صارت عندي يعني معرفة في بحكم تدريسي للنحو هذه المدة، يعني قواعد النحو كانت كثير منها ظاهرة في نفسي، وقواعد اللغة، فبدأت هذه المسائل تثور في نفسي وأحاول أن أجدد يعني أن أجد لها تعليلا، أرجع إلى كتب التفسير، يعني أرجع للكشاف وغيره، أحيانا لا أجد فيها ما يعني الجواب عن السؤال الذي أريده. نعم. مثلا قد يقولوا لي أنه يعني أذكر مرة أشهر، والله أكثر من أشهر يعني يمكن سنوات، أبحث عن الاختلاف، لماذا قال مثلا في تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، نعم، وقال في أعجاز نخل خاوية، نعم، لماذا هنا ذكر وهنا أنث، وهو هو صفة للنخل، يعني هو ليست صفة للأعجاز حتى نقول النخل هو النخل، فلماذا أنث ولماذا ذكر، لماذا قال أعجاز نخل خاوية، فوصف النخل بأنها خاوية بالتأنيث. وفي مكان آخر في سورة القمر كان أعجاز نخل منقعر، وصف النخل بالتذكير، نعم، منقعر، لماذا؟ ورجعت للمفسرين ولم تجد لهم، ما وجدت، وإنما يقولون هم فواصل الآية. نعم. وبقيت وبعدين حقيقة يعني أنا أديم التفكير، يعني قلت لعل الله يعني أنا هذه سبحانه وتعالى يعني أراد أن لا يعلمنيها، فيمكن يختار أحدا في من سيأتي بعدي فيعني يذكرها. نعم. يختار. وأنا هكذا، وإذا يعني في يوم في لحظة هكذا، وإذا ينفتح علي الجواب نحوي يعني وفق قاعدة لغوية تماما ظاهرة، سبحان الله، يعني هكذا حقيقة. يعني بعض الأمور والله يعني سنوات طويلة طويلة لم أجد لها حلا. نعم. وبقيت تذهب وتأتي في الذاكريات، لكن تذهب وتأتي. صح. تذهب وتأتي، ثم أتركها، ثم تذهب وتأتي وأتركها. نعم. وسنوات هكذا يعني تمر، وهذه أرجع لا أجد أصلا إثارة للسؤال الذي يعني يدور في نفسي، أصلا السؤال لا وجد جواب لي، ولم أجد جواب. وإنما أنا قبل سنة وأنا كنت مسافر في السفر. نعم. مسافر وأنا جالس هكذا، أنا مسافر، وإذا ينفتح الإجابة بكل دقائقها، سبحان الله، بكل دقائقها، يعني كل الأسئلة وأسئلة أخرى أثرت رأسا هكذا، وأقوم دويتها هكذا بسرعة. نعم. يعني بعد سنوات طويلة جدا وأنا أفكر فلا أجد لها جواب. نعم. فإذا رأسا هكذا وأنا في سفر، وإذا كلها